أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات إريتريا. في ملف اليوم نفتح ملف التقارب الإريتري الأثيوبي، الفرص والتحديات. فقد شهدت مبادرة رئيس الوزراء الأثيوبي المنتخب حديثا الدكتور إبيا أحمد لحل مشكلات الحدود مع إريتريا استجابة من الجانب الإريتري، حيث أعلن رأس النظام الإريتري قبوله بالمبادرة وأبدى استعداده للحوار، بينما هاجم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أحد أهم أركان التحالف الحاكم في أثيوبيا. في الوقت نفسه تعرض رئيس الوزراء الأثيوبي لمحاولة اغتيال يوم أمس السبت. لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن المحاولة، لكن أصابع الاتهام تتجه نحو الشمال، حيث إريتريا والجبهة الشعبية لتحرير. ما هي فرص نجاح المبادرة وما هي التحديات أمام إحلال السلام بين البلدين؟ للإجابة على هذه الأسئلة معي هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن السيد، أحييكم وأحيي ضيفي. مرحبا بك سيد عبد الرحمن. أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا بك، سعداء باستضافتك. أهلا وسهلا سيد عبد الرحمن. ملف التقارب الإريتري خلال الأيام الماضية ومنذ انتخاب الرئيس الأثيوبي أو رئيس الوزراء الأثيوبي الجديد أبي أحمد علي أخذ حيز واسع من نقاشات، وأيضا لفت كثير من انتباه المراقبين للمنطقة. هذا التقارب هو مبني على قبول أثيوبيا لقرارات مفوضية ترسيم الحدود التي تم إنشاءها إثر الحرب الحدودية بين إريتريا. لعلنا لكي نستفتح هذا الملف أود أن يعني نعطي لمحات عن اتفاقية الجزائر أولا حتى يكون المشاهد معنا في الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفاقية الجزائر هي الاتفاقية التي وقعت بين إريتريا وأثيوبيا في ديسمبر عام 2000 بوساطة جزائرية ورعاية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية. نعم. هذه الاتفاقية تنص على إيقاف العدائيات الحرب التي استمرت من عام 1998 إلى توقيع الاتفاقية في عام 2000. نعم. فإيقاف هذه العدائيات مباشرة، ومن ثم إحالة القضية اللي هي قضية الحدود إلى المحكمة الدولية، وقرار هذه المحكمة يكون نهائي وملزم. نعم. يعني غير قابل للطعن أو المراجعة أو يعني التنصل عنه بأي صورة من الصور. وعليه طبعا شكلت لجان، وهناك كانت ما يسمى بالإنجليزية البافر زون، يعني 25 ألف كيلومتر داخل الحدود الإريترية تكون منزوعة السلاح، لا يكون فيها أي جيش، وتكون هناك يعني قوة أممية تراقب هذه الحدود يعني بين الدولتين. في نفس الوقت الدولتان يختاران القضاة يعني والمحامين، ويبدأ العمل في البدء في قضية النزاع الحدودي، وقد تم بالفعل هذا الأمر واتخذ القرار في عام 2002. ونص القرار يعني بإعطاء منطقة النزاع الرئيسية اللي هي منطقة بادمة ملكيتها أو تابعة للسيادة الإريترية، وبعض المناطق الأخرى في الوسط الحدود الإريترية الإثيوبية أيضا أعطيت لأثيوبيا وإن لم تطالب بها أثيوبيا أصلا من الأساس يعني. وبعد الخلل في هذه الاتفاقية أو في هذه الإجراءات أصلا القضية الحدود لم تنحصر في موقع الاشتباك اللي هي منطقة بادمة، بل شملت كل الحدود الإريترية الإثيوبية من طرف إلى طرف. ولذا الآن في هذه الحدود تشكلت بعض الإشكالات، وهي أن بعض القرى الإريترية المعروفة إريترية والمعترف بها حتى إثيوبيا بموجب هذا القرار للمحكمة أعطيت للجانب الإثيوبي والإثيوبيين لم يطالبوا بها، والمنطقة التي طالبوا بها وهي منطقة بادمة هذه الإثيوبيين أعطيت للجانب الإريتري. طبعا لبادمة رمزية بالنسبة للإثيوبيين باعتبار أنها كانت عنوان المعركة التي خسروا فيها أكثر ممكن من 70,000 مقاتل مقابل نحو 20,000 مقاتل إريتري في الجانب الآخر. فبالتالي بعد صدور هذا القرار الانسحاب الإثيوبي يعني شابه نوع من التعجرف والتخبط، بمعنى مبدئيا وافقوا على قبول على اتفاقية الجزائر أولا ومن ثم على نتائج التحكيم ثانيا،
التي لا تقبل بالطعن أو بالمراجعة، ثم عادوا وقالوا أننا لا نستطيع تنفيذ هذا القرار ما لم يكون هنالك نوع من الحوار بينهم وبين الطرف الإريتري، وهذا بالتأكيد يعني صار يعني لصالح الطرف الإريتري باعتبار أن إثيوبيا الآن بدأت تشترط على تنفيذ هذا القرار، وهذا طبعا لا يجوز، والجانب الإريتري اعتبر هذا نوع من التخلي عن الاتفاق وأصبح يتمسك به أكثر وأكثر. يعني طبعا عندما أنشئت هذه المفوضية، مفوضية ترسيم الحدود بين البلدين، تم الاتفاق على أن تكون مرجعية هذه المفوضية هي خرائط ومعاهدات الفترة الاستعمارية ما بين 1900 إلى 1908 أو 1909. نعم. لكن بعد ذلك أثيوبيا يعني أرادت أن يعني إنزال هذا الواقع أو قرار مفوضية من خلال التباحث مع الجانب الإريتري، لكن الجانب الإريتري رفض قبل تسليم الحدود. يعني ألا ترى أن الجانب الأثيوبي أيضا كان يرى أن المسألة هي أبعد من قضية الحدود، وكثير مراقبين هم يرون أن المسألة أبعد من حدود بادمة وغيرها؟ صحيح، هو أصلا كل المعركة هي أبعد من الحدود، من قضية الحدود، لأن البادمة اللي من لا يعرف تاريخ هذه المنطقة هي أصلا كانت إريتريا، ولا حد يشك في إريتريتها بالذات في الجانب الإريتري، وكانت تسيطر عليها جبهة التحرير الإريترية في السبعينيات وحتى بداية الثمانينيات. ومن ثم عندما دخلت جبهة التحرير التجراي الإثيوبية في تحالف مع الجبهة الشعبية الإريترية، كان ثمن هذا التحالف أن أعطت هذه الجبهة الشعبية الإريترية للجبهة الشعبية الإثيوبية التجراوية منطقة بادمي، وصمتت عن هذا الأمر حتى عام 1998 عند اندلاع الحرب الحدودية. وإثيوبيا كانت تنتخب وتفعل وتدير هذه المنطقة منذ بداية الثمانينيات يعني، فبالتالي بالفعل هذه القضية لم تكن هي القضية الرئيسية التي يعني نتجت عنها الحرب يعني. ولكن بعد دخول الطرفان يعني في اتفاقية والتعهد بالالتزام بنتائج هذه الاتفاقية ونتائج التحكيم، لإثيوبيا لم يكن لها أي شروط يعني، لا ولا لإريتريا بالتأكيد، فالذي كان ينبغي أن يحصل قبول إثيوبيا والانسحاب العسكري من هذه المنطقة وجعل الحدود كلها الآن منطقة منزوعة السلاح، بمعنى إبعاد الجيشان من الحدود أو إبقاء المراقبين كما كان وإدخال اللجان المختصة لترسيم الحدود، لأنه افتراضيا الحدود مرسومة الآن بحكم القرار وبحكم الخرائط، الحدود معروفة الآن لدى الطرفين، كل ما هو متبقي هو ترسيم الحدود، أي وضع الأحجار الحدودية. نعم. نعم، هذه الأشياء الترسيم الفعلي على الأرض يعني، وهذا ما كان حيتطلب إشكال كبير لتنفيذه يعني. طيب، ولا حتى يحتاج إلى إلا في بعض المناطق فعلا قد تؤدي هذه الحدود إلى تقسيم مثلا القرى والبيوت وكما يقال، وهذه الأمور ممكن كانت تحل بطرق يعني تشاورية وطرق كمان يعني فيها خبرات من العالم يعني. نحن الآن في أوروبا نعيش مثلا حدود أحيانا تقطع شارع واحد إلى نصفين تجد يعني. إلى نعم، ولا يوجد دولتين. إشكالات هناك يعني. طيب أستاذ عبد الرحمن، يعني بما أنك يعني أخذتنا إلى هذا الجانب، أود يعني أن نعطي المشاهد صورة تفصيلية. مفوضية ترسيم الحدود في أبريل 2002 أصدرت قرارها النهائي والملزم كما سميته، أود منك الآن يعني أن تعطيني نبذة عن الموقف الأثيوبي والموقف الإريتري من هذا القرار الصادر. الموقف الإريتري طبعا ثابت في هذه الناحية، ونحن موضوعيين طبعا في هذا الجانب يعني، رغم خلافنا مع الجانب الإريتري والنظام الإريتري، ولكن في هذه النقطة تحديدا كان موقفه قانوني وشرعي يعني، ولا فيه غبار، باعتبار أنه تمسك بهذه الاتفاقية وبنتائج الاتفاقية يعني اللي هي ملزمة للطرفان. الجانب الذي تخبط في الالتزام هو الجانب الإثيوبي، يبدو أنه كان يتوقع أن تحال إليه منطقة بادمة إلى السيادة الإثيوبية، وعندما اكتشف أنها أحيلت إلى السيادة الإريترية هنا حصل تخبط يعني، فأصبحوا من ناحية يقولون أنهم قبلوا هذه النتيجة مبدئيا ولكن يريدون التفاوض ومن ثم إعطاء النقاط وهكذا يعني، فحصل إلى هذه اللحظة يعني عدم يعني إيضاح الموقف الإثيوبي بشكل واضح، يا القبول يا الرفض يعني. وهنا طبعا أدت إلى الحالة التي سميت فيما بعد
بحالة ألا حرب وألا سلم، واستمرت هذه الحالة إلى أن أتى الرئيس الوزراء الجديد أبي أحمد وقبل دون أي شرط وأي يعني تراجع عن تنفيذ هذه القرارات كما يعني صدرت من المفوضية، مفوضية التحكيم يعني. لهذا الآن في انفراج وانفتاح يعني، هذا الذي حصل يعني، ويبدو هذا أيضا لم يأتي يعني فجأة ومن فراغ، وإنما دارت هناك يعني ضغوطات أمريكية على الجانب الإثيوبي للسماح بالتحول المتدرج للسياسة في إريتريا في إثيوبيا، والقيام بإصلاحات قد تؤدي إلى ممكن الجبهة الإثيوبية التيغراوية إلى الانكماش نوعا ما لصالح إفساح الطريق للجانب الأورومو والأمحرة وغيرهم من القوميات الذين اشتكوا في الأعوام الأخيرة تحديدا من معاناة التهميش في السلطة وتوزيع الثروة. هذه الأمور طبعا أدت إلى يعني اختار الجانب الدولي والمتمثل في أمريكا أن ترى أن هناك أي انهيار للسلطة المركزية في إثيوبيا قد يؤدي إلى تفكك إثيوبيا ككل، وهذه حليف استراتيجي مهما كان للغرب لا يسمح بمثل هذه النتيجة. فبالتالي كانت قرارات، ومن حسن الحظ أعتقد للجانب الأمريكي الذي يتولى هذا الملف حاليا هو السيد ياماماتو، وهو السفير الأمريكي في إثيوبيا وبالتالي يعرف المنطقة جيدا. نعم. وحاليا يعمل في وزارة الخارجية ومعني بالملف الأفريقي وتحديدا بهذا الملف يعني. طب وكانت يعني له زيارات مؤخرا طيب إلى كل من إريتريا وأثيوبيا لتحريك هذا الملف يعني. طيب يعني حتى يأتي يعني ربما رأي آخر مغاير، هناك أيضا شكوى كانت يعني أثيوبية على قرار ترسيم الحدود أن الاعتراض الأثيوبي ليس على عملية ترسيم الحدود ولكن على الآلية التي تم فيها تعيين الحدود، وطالبوا يعني أنه مجلس الأمن يتدخل ويضع بديل لعملية تعيين الحدود والتفاوض بشأنها مرة أخرى. الأثيوبيين كانوا يرون أن القرار وين كان ملزم وهم مبدئين يقبلون به، لكن هو ينافي اتفاقية روح اتفاقية الجزائر كما اسموها. هو تحديدا الأسباب الأثيوبية كانت أن هذه الترسيم سيؤدي إلى تقسيم ليس فقط القرى بل حتى الكنائس والمنازل والمزارع للناس، وهذا سيربك الأمن الاجتماعي في هذه المناطق التي سيمر بها الحدود، خط الحدود. نعم. خط الحدود. طبعا المطالبة بالتفاوض حول مثل هذه القضايا وكيفية إدارتها هذا مشروع يعني ليس في أي غبار، وكان يمكن أن يكون من خلال القبول الغير مشروط بالاتفاقية وعملية التنفيذ، ومن ثم وضع يعني ترك المسائل كهذه للجان المختصة الدولية منها والمحلية التي ستمثل الجانب الإثيوبي والإريتري. هذه الأطراف كان بالإمكان، لأن عملية ترسيم الحدود بالذات نحن الآن نتحدث عن حدود مصطنعة غير طبيعية، بمعنى هذه الاتفاقيات التي أشرت إليها بداية هي أصلا اتفاقيات بين المستعمرين وليس بين أبناء هذه المنطقة. نعم. يعني فبالتالي ليس لم تأخذ في الاعتبار حقوق وتجانس هذه المنطقة فيما بينها يعني. فنحن الآن مثلا في حدودنا مع السودان كإريتريا توجد مثلا مدن كقرورة مقسمة إلى طرفين، طرفي الحدود يعني. نعم. جانب منها إريتري والجانب الآخر سوداني، لكن سكان قرورة لغة وجنسا ودينا وكل شيء هم شعب واحد يعني، هم مجتمع واحد لا ينفصل يعني. كل حدودنا مع السودان حتى القبائل التي تسكن بين طرفي الحدود لها حتى عمودية واحدة يعني، عمدة واحد أو ناظر واحد يحكم هذه شؤون هذه القبيلة الأهلية في الطرفين يعني، فلم يعترف بهذه الحدود أصلا التي صنعها ووضعها المستعمر. فبطبيعة الحال مثل هذه الحدود دائما تؤدي إلى إشكالات، لأنه تحاول تطبيع الغير طبيعي، وبالتالي بالتأكيد تحتاج إلى زمن ووقت لترسيمها، ترسيم بما يحفظ الأمن الاجتماعي في هذه المنطقة ومصالح أبناء هذه المنطقة يعني. وبالتأكيد هذا كان سيأتي بنوع من المفاوضات الفنية بين الخبراء
في كلا الأطراف برعاية دولية يعني أو رعاية الأمم المتحدة. لكن حتى نصل إلى هذا كان يحتاج مثلا نوع من التطبيع في العلاقات بين الدولتين، وكذلك نوع من يعني تهدئة الأمور، لأنه الحرب الإعلامية وإن انتهت الحرب النارية ولكن كلاميا وإعلاميا استمرت إلى هذا اليوم. حتى في تصريح الرئيس الإريتري مؤخرا في 20 يونيو الجاري يعني لم يتوقف عن الاتهام لجبهة تحرير تيغراي يعني التي يعتبرها هو خصمه اللدود يعني أو نعم. عدوه اللدود. طيب أستاذ عبد الرحمن، يعني بالنسبة في يعني نفس المحور في العام 2005 رفعت المفوضية برئاسة رئيسها لوتر باخت تقرير مفصل إلى مجلس الأمن. هذا التقرير يعني في 7 نقاط كان يعني في شكله العام يضع اللوم على أثيوبيا في عرقلة ترسيم الحدود ورفع عمل هذه المفوضية، وذكر في تقريره أن هذه المفوضية لن تكون قائمة للأبد ولا بد أن مجلس الأمن يأخذ قرار. لكن ما حصل أن مجلس الأمن يعني تجاهله كليا هذا الخطاب من لدن طبعاً لوتر باخ. المجتمع الدولي ومجلس الأمن يعني خاصة حلفاء أثيوبيا متمثلة في أمريكا التي كانت راعية من خلال وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت لاتفاق الجزائر، لماذا أخذت هذا الموقف المتغاضي عن أثيوبيا؟ لأن أثيوبيا دولة مهمة بالنسبة للغرب، بالنسبة لأفريقيا، بالنسبة للأمن المنطقة من منطقة القرن الأفريقي. أثيوبيا تعتبر دولة محورية، فلا يستطيع أي يعني سياسي في الغرب أن يتخذ مواقف تضر بمصالح أثيوبيا أو مواقف أثيوبيا مهما كان، يعني هذا عبر التاريخ معروف يعني. والذي لن يدرك هذه الحقيقة هو النظام الإريتري في تعنته وفي عدم تكيفه مع يعني هذه الحقائق الجيوسياسية أدت إلى انحصار إريتريا ودوليا ودبلوماسيا وانهيارها اقتصاديا تقريبا. لولا البطش والاستبداد إريتريا الآن لا توجد فيها مقومات للحياة بشكل عام يعني. طبعا لكن الذي تخاذل وتخلى عن موقفه الأخلاقي على الأقل والقانوني هو الجانب الأمريكي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. هذه الجهات الثلاثة كانت هي الراعية لاتفاقية الجزائر، كان المفروض أن تضغط على الجانب الإثيوبي للقبول والتنفيذ يعني، ومن ثم الشروع في مسائل أخرى كالتطبيع والعلاقات الاقتصادية وغيرها من الأمور. لكن للأسف الشديد لم يحصل هذا الشيء، لأنه موقف النظامين أو الجبهتين الشعبيتين في أثيوبيا وإريتريا كان يعني لا يؤمن بنتيجة وين وين كما يقال في نظام الصراعات. يعني النتائج أحيانا تكون وين وين يعني مرضية للجميع، ومن الجميع يتطلب نوع من التنازل فالكل يكون راضي بالنتيجة يعني. لكن ألم ينقذ الأمريكيين السياسة أفورقي في نهاية حرب بادمية كما تسمى في العام 99 ويعني تدخلوا لوقف تقدم القوات الأثيوبية خصوصا نحو محور بارنتو ومحور عصب؟ صحيح هذا حصل، وقد يكون حصل أيضا من الناحية الأثيوبية الموقف أن الإثيوبيين رأوا في انهيار النظام في إريتريا سيعطي فرصة لأطراف أخرى قد لا يعتبرونها بين مزدوجين حليف استراتيجي، وهي الأطراف المسلمة أو الإسلامية والوطنية الإريترية. هذه قد لا يعتبرونها هي حليف استراتيجي، وحتى لم يعتبروها تكتيكي حتى في وقت الحاجة لهذا الأمر يعني، سواء كان في عهد النضال قبل 91 أو ما بعد 91 يعني إلى هذا اليوم. فالقرار الإثيوبي كان ترك النظام يموت موت بطيء حتى هم يعدوا البديل، وقد حاول هذا الأمر لمدة طويلة جدا ولكن لم يفلح حتى اللحظة يعني. أستاذ عبد الرحمن، أنا يعني أود أيضا أن أسألك عن موقف سياس أفورقي الذي كاد يعني أو تسبب بإطاحة التحالف الذي شكلته مادلين أولبرايت في ذلك الوقت يعني من أجل إعادة تشكيل المنطقة كما يسمى يعني التحالف أو القادة الأربعة والخمسة الكبار في أفريقيا، لكن اسمح لي أن يكون ذلك بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود لكم لمتابعة ملف اليوم التقارب الإريتري الأثيوبي، انتظرونا.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء الثاني من برنامج ملفات إريتريا، التقارب الإريتري الأثيوبي، الفرص والتحديات. معي هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن السيد، كما أرحب بالأستاذ حامد ضرار الذي انضم إلينا في هذا الجزء الثاني، فمرحبا بكم وبه. مرحبا بكم أستاذ حامد، مرحبا بك. مرحبا، شرفت الاستوديو. سعيد أكون معكم. بس سعداء باستضافتك مرة أخرى. طيب، لعلي أستاذ حامد، يعني نحن مع الأستاذ عبد الرحمن توقفنا عند نقطة لماذا مجلس الأمن والدول الكبرى المؤثرة في مجلس الأمن، خصوصا أمريكا والغرب، أخذ موقف فلنقل تغاضى أو غض النظر عن أثيوبيا، خصوصا بعد رسالة أو خطاب رئيس مفوضية ترسيم الحدود لوبخارت إلى في 2005 إلى مجلس الأمن، ولمح فيها أو قد يكون يعني اتهم أثيوبيا بتعطيل عملية ترسيم الحدود. برأيك لماذا أمريكا يعني أخذت هذا الموقف، ويعني خلال مدة قصيرة أنشأت لجنة متابعة إريتريا والصومال وثم طرحت عقوبات ضد إريتريا، ليس كانت أثيوبيا هي الأولى بالعقوبة؟ بداية جدا شكرا على هذه الفرصة. أهلا بك سعيد، وسعيد أكون موجود بمعية أخونا وأستاذنا عبد الرحمن سيد. بارك الله فيك. بيكون ازدواج المعايير هي الأساس في الإشكالية، لأنه في عالم السياسة في ظل القطب الأوحد بقت منظور من لا يرغب فيك ليس هناك معايير أخلاقية، بالتالي إشكالية المجتمع الدولي واللي هو بيسير أمريكا جاءت من هذا المنطلق. نعم. كان من الواجب باعتبار هذه الدول، أمريكا تحديدا باعتبارها هي المؤثر الأساسي ومنظمة الوحدة الأفريقية الاتحاد الأوروبي، كان المفروض بياخذوا خطوات جادة، لأنه هم الضامين وهم اللي أصلا من البداية معلنين أن أي طرف يخل بالاتفاق اللي يصدر على المحكمة هم حيكونوا لا حقوق يعني. بالتالي ازدواج معايير منشأه قطعا عدم الرضا عن إريتريا والحكومة الإريترية، اللي أصلا إريتريا في الأساس هي دولة الأمر الواقع في الأساس، وبالتالي ضمن هذا الفهم والتحديات اللي ظهرت في المنطقة، وإريتريا النظام نسميها كل المسميات انه مشى في اتجاه غير ممالئ للاتجاه المرغوب من امريكا تحديدا، وبالتالي من هذا المنطلق كعقوبه لإريتريا، لانه في امثله كثيره. مثال واحد، على سبيل المثال امريكا كانت تطلب من إريتريا ومن كل الدول الموجوده في المنطقه حتى ما يتعلق بالايد بالمساعدات إن يقدم المساعدات للشعوب دون تدخل الحكومات. الجانب الإريتري كان له وجهة نظر مختلفة، إنه بهذه الآلية، آلية اعتماد المواطنين على المساعدات بهذه الشكلية، حيكون في العقلية المواطن الاعتمادية على المساعدات، وبالتالي حتكون لها آثار سلبية. وهكذا في كثير من المواقف كانت تحصل في المنطقة، خروج عن المألوف عن السياسة الأمريكية، وبالتالي استمرت هذا النظام وهذه الدولة بهذا الشكل، حتشكل خطورة في كثير من محركات السياسة الأمريكية، ومن هنا تصاعد الأشياء حتى وصلت لمسألة عقوبات غير مبررة بشكل آخر. ألم تكن الإدارة الأمريكية هي من أنقذت رقبة سياسة أفورقي في حرب بعدم 98، خصوصا مع انهيار الجبهات ليست الأمامية حتى الداخلية، يعني بارنتو وغيرها، وحتى جبهة عصب كانت على وشك انهيار. الأمريكان أنقذوا سياسة إن كانوا هم يعني يرغبون في التخلص منها، كان يمكن أن يتركوا أثيوبيا تجتاح النال. لا، غير صحيح، هذه معلومة غير صحيحة، باعتبار لما بدت ما كانت تسمى بالقوة الجوية للإقليم الأوسط، كانت تسمى للقوات الجوية الإريترية، كان هذا المسمى من قبل الطرف الإثيوبي، لما بدت ضرب المدن، وهذه القوة الجوية الإريترية الوليدة كانت لها ضربات مؤذية مؤلمة للجيش الإثيوبي وحتى داخل العمق الإثيوبي، تم وقت كلينتون إعلان وقف ضرب المدن بقرار. جانب آخر، ما كان عودة الإثيوبيين
الى داخل الى داخل الاراضيهم او انسحاب من المدن لم يكن مساله انه والله عطفا في الارتية. يعني المخطط كان اصلا اسقاط الحكومه الارتية عبر اجتياح المدن واجتياح اسمار نفسها. نعم. ولكن الارتيين قاوموا، بالتالي هذا المنطق هو منطق محاوله لاعطاء صوره غير صحيحه لنضال الشعب في الفتره هذيك، يعني لانه كنا موجودين نحن. نعم. نسد دفاعات يعني، فهذا المنطق اعتقد غير صحيح، بالعكس تماما انه استمرار الحرب ودخول اثيوبيا في داخل العمق الارتري امام العالم وامام الجنوب الافريقيه كان في حرج واضح فيه يعني، بالتالي تم الانسحاب لانه كان الخوض المعارك. طبعا قضيه طويله، دخول بمثلث حمدايت الحمرة والاراضي الارتريه ومحاوله دخول عن طريق ساوة وانسحاب الجيش، دي طبعا على الاقل عايزه هدوء بعيد عن الانفعالات والضبابيه اللي تحصل يعني، لانه ما بين الواقع الارتري كان موجود داخل الشعب والتصدي كان موجود كوم والتحديات الموجوده داخليه كوم واخره، فبالتالي اعتقد المساله دي غير صحيحه. الامريكان لم ينقذوا النزاع، بالعكس بالمناسبه الامريكان طلبوا من دوله جاره لا ما اسميها يقيفوا مع اثيوبيا وزير سفير وزير خارجيه تلك الدوله، الان حتحفظ على ذكرها، تم ارسال رساله مباشره وسريعه لتلك الدوله الجاره وطلب منها تقف مع الضربه الاثيوبيه لاريتريا. بعد اقل من 8 ساعات مداولات تلك الدوله رفضت، مش حبا في اريتريا انما كان رد للسفير الامريكي والرساله الامريكيه وزارة الخارجيه الامريكيه، نحن غير راغبين على ان تكون في طرف على البحر الاحمر 100 مليون مسيحي، وبالتالي نحن لسنا بصدد الوقوف معاكم. مع ان الامريكان في هذا الاجتماع ابلغوا تلك الدوله نحن 500 مليون دولار معلومات استخباراتيه عسكريه للجانب الاثيوبي لاغراء هذه الدوله، فتم رفضها. بالتالي اعتقد المساله بين عواطف قد تاخذ كثير من الجدل وكثير لكن تلك أكثر. الفتره يعني شهدت، كنا نتحدث مع الاستاذ عبد الرحمن ايضا يعني وحتى نتجاوز هذا المحور، ان السياسه يعني لخبط كثير في الترتيبات الامريكيه التي كانت في المنطقه خصوصا لمحاصره السودان واسقاط هذا النظام. السياسه افسد برنامج مادلين اولبرايت، يعني كما كان يسمى مخطط اولبرايت في هذاك الوقت، القاده الاربعه والخمسه الكبار ملس وموسيفيني وعربوي الشباب نعم. يعني هذا الموقف الإريتري جعل الإدارة الأمريكية غير راضية عنه، والأمريكيين أيضا لم يكونوا في نفس الوقت يبحثون عن بديل في ذاك الوقت كان مطروح قد لا يكون راغبين فيه، يعني بديل اللي هو كان معارض للسياسة، لهذا يعني تصدوا للأثيوبيين وأوقفوا الحرب بهذا الشكل. طيب. أعتقد في نوع من هو طبعا الأستاذ حامد كان في داخل البلاد ولكن كنا نحن أيضا كمراقبين. نعم. سياسة النظام خلال 9 شهور قبل اندلاع الحرب هي الرفض من أي انسحاب من منطقة البادمة التي كانت متنازع عليها آنذاك يعني، ومن ثم طبعا الآن لا تعتبر متنازع عليها باعتبار أنها هي تابعة للسيادة الإريترية. في هذه الفترة حصل تدخل أو يعني توسط من قبل الاتحاد الأفريقي، أمريكا، رواندا وكل أنواع الدول ترجت الجانب الإريتري أن يجلس إلى طاولة المفاوضات وحل هذه القضية سلميا، فرفض ودخل في ما يسمى بالحرب الدفاعات، يعني ترينش وورفير، هذه استخدمت في الحرب العالمية الأولى يعني، وحاول أن يتربث بموقفه حتى جت جحاف الجيش الإثيوبي ومن خلال دفع طبعا عشرات الآلاف من المقاتلين عبر حقول الألغام وغيرها. نعم. كسرت هذه الدفاعات حتى بعدها هو أرسل مستشاره يمان قبرأب لإعلان أنه الآن يقبل بالوساطة بين الطرفين. وحين أنا أذكر الصحفي في إحدى الإذاعات الغربية سألوا طيب أين كنتم خلال 9 شهور والعالم كله يترجاكم أن تجلسوا إلى طاولة المفاوضات، لماذا الآن تعلنون المفاوضات بعد أن يعني كسرت الدفاعات الإريترية يعني؟ ولهذا معناها الذي فعلا يعني حصل انكماش إريتري عسكري وأنتج هذا إلى قبول إريتريا بالوساطة ومن ثم الدخول إلى اتفاقية الجزائر.
بطبيعة الحال هناك فعلا كما أشرت يعني حصلت ضربة للسياسة الأمريكية، وحينها كان يقودها شخص اسمه أنتوني ليك لمحاصرة السودان من خلال يوغندا وإريتريا وحتى رواندا وبروندي وحتى كابيلا كمان، يعني هذول كلهم كانوا يعني حلف واحد يعني. ولكن الذي لم يتوقعه الأمريكان أن يدخل الحلفاء من بين إريتريا الإريتريين والإثيوبيين في حرب فيما بينهم. نعم. والأسوأ من هذا عندما حاولوا أن يتوسطوا لإيقاف هذه الحرب لم يفهموا الثقافة السائرة في هذه المنطقة، وهي ثقافة الملك الملوك التي كنت أحاول الإشارة إليها، لا تقبل بالوين وين، يعني يا غالب يا مغلوب، يعني زيرو سم يعني جيم يسموه، هذا اللي يتوقعه، يعني لا يقبل أحد ببقاء الآخر ما لم ينهيه يعني. ولهذا الآن الأمور تعقدت وفشلت يعني الوساطات حتى دخول الجيشان في الحرب ومن ثم إلى اتفاقية الجزائر. وما بعد الجزائر أيضا كان توقع الطرفان، وهذا الأمر أشير إليه في تشاتام هاوس هنا في بريطانيا في ندوة من الندوات قبل أعوام كثيرة، قدم تقرير لطرفان باحثان ومختصان في قضايا هذه الدولة يعني. فبعد كل هذه الاتفاقيات وصدور الحكم والأمور هذه، ما هو الذي يجعل هذان الطرفان لا يقبلان يعني تنفيذ هذا الاتفاق؟ يعني لماذا كل واحد يتشبث بموقفه؟ فالنتيجة أو الخلاصة التي توصلوا إليها أن الطرفان مقتنع أن أحدهم سيذهب قبل الآخر، ولهذا السبب يعني مستعدون للاستمرار على النحو أن الحالة الموجودة حالة لا حرب ولا سلم إلى ما لا نهاية حتى يسقط حتى لو فنى. ولهذا أيضا تجد الآن في خطاب الرئيس سياس في يوم 20 من يونيو يشير كأنه أن الجانب التجراوي الذي كان عدوه اللدود انهزم يعني وخرج من هذه المعركة، ولهذا الآن هو حتى الآن وهو يتحدث عن قبوله ل يعني يد السلام من الجانب الإثيوبي لم يتحدث عن قضية الحدود وبادمة وخروج الجيش الإثيوبي والأمور هذه، لم يتحدث عنها، فقط حاول أن يقول نحن الآن مستعدون للتكامل، يعني نسي كل شيء يتعلق بالحدود يعني. طيب أستاذ حامد، حقيقة أن تكون القراءة الإريتري متطابقة مع قراءة المراقب الأجنبي بتطلب يعني نوع من التوقف، بمعنى أنه صاحب القضية المعني بهذا الصراع لأنه هو موجود في خضم الأحداث نفسها، وبالتالي له وجهة نظره لما جرى بغض النظر عن الخلاف مع هذا الطرف أو ذاك، لأنه هذه قضية وطنية لا علاقة لها لأنه إذا بنينا عليها حنصل لإستنتاجات خاطئة. بالمختصر المفيد، الإثيوبيين وتحديدا الثورة الشعبية لتحرير تيغراي بتحس إنه ارتكبت خطأ تاريخي لما حست إنه مجبرة توافق على استقلال إريتريا. عقدة الذنب داخل إثيوبيا خلت في مرحلة لاحقة تتراجع وتحاول ترضي القوى الإثيوبية الثانية بمفهوم الأورومو والأمحر وغيرهم. بالتالي حالة التراجع هذه إرضاء لأنه بحكم الأقلية وضعف هذه المجموعة داخل إثيوبيا نفسها حاولت تتراجع بحيث أنه تجر إريتريا كبلد مش كنظام، بحيث أنه بيكون في نوع من تجديد الوضع، بحيث أنه المكاسب اللي يرضى بها الإثيوبيين الآخرين سواء كان موانئ ولا قيرة بتكون جزء من اللعبة، وبالتالي جر البلد إريتريا للحرب كانت بكل الوسائل الموجودة. وبالمناسبة لم يبدأ الصراع الإريتري الإثيوبي سنة 98، إنما كان من فترة فعلا مبكرة تماما. طيب أستاذ حامد يعني استوقفك هنا لحظة، يعني الحزب الحاكم في إثيوبيا التيغراي هم أوضحوا في أكثر من موقف أنهم يعني موقفهم كان مبدئي وأساسي في استقلال إريتريا ولم يكن عرضة للنقاش والتفاوض بين الطرفين. حتى مؤخرا الآن يعني استمعت إلى بعض قيادات التيغراي على رأسهم الأب الروحي سبحة نجا كان يقول أنه مبدأ يعني موقف مبدئي لم يعني يكن فيه هناك أي مراجعات أو حتى يعني
نوع من الصراع الداخلي. هذا الموقف أدى بتنظيم التجراي في داخل أثيوبيا أنهم يكونوا دائم عرضة للانتقاد لأنهم هم دافعوا عن حق تقرير المصير وانفصال إريتريا. لكن دعنا لا ندخل في هذا بشكل مباشر، لكن بغير مباشر، أثيوبيا كان لها موقف سلبي من عملية ترسيم الحدود، وذكرت في خطاب أنها لا يعني لا تعترض على عملية ترسيم الحدود بقدر اعتراض على تعيين الحدود. الأزمة أنت قلت لم تكن حرب حدودية، ماذا كانت؟ لا، قبل القفز لهذه المسألة، أن المدخل لها إذا كان أغرينا إنه النظام بالذات الثورة الشعبية تحت تجراء قيادتها بهذا الفهم قطعا حاصل لإستنتاج إنه كل الأعباء كان على إريتريا وعلى الجانب الإريتري وعلى الإريتريين بهذا الفهم. الإثيوبيين حتى في مرحلة لاحقة إذا كان بهذا الفهم إنه كان عايزين الخير لإريتريا لما كان سياسة تبنى على تفتيت إريتريا، وحتى يبقى تدقان ولا السبحات ولا غيره من هذه القوى الموجودة ليل عن طرف النهار كانت تشير لغزو إريتريا. قبل 9 شهور الأقل من شكل تدقان بيطالب بغزو إريتريا بهذا الفهم. ما عملت مع المعارضة الإريترية ومع كل المكونات الإريترية من حيث تفتيت هذا المجتمع للدليل الساطع أنه هذا الإعلانات الرسمية ما كان يقوله في كثير من لقاءاته رئيس وزراء السابق الراحل ملا زيناوي، لكن في الواقع العملي كان يتناقض تماما يعني. بالتالي المسألة أصلا ما كما يعلن وكما بالممارسة العملية كان الوضع مختلف تماما يعني. بالتالي قطعا ده قضية خلافية، لكن إذا بنيت عليها بهذا الشكل حنصل استنتاجات وبالتالي بكل سهولة جمب لخاتمة غير صحيحة. فيما يتعلق بالموضوع اللي أن الصراع لم يكن حرب حدودية أنت ذكرت، إحنا لا يعني كنا لا نود أن نعود كثيرا إلى خلفية الصراع بين النظامين في أثيوبيا وإريتريا، لكن أنت ذكرت أنه لم يكن الصراع هو حدودي، هو صراع غير ذلك. الأثيوبيون لديهم الكثير من المرارات اتجاه يعني يذكرون قبل انطلاع هذه الحرب من النظام الإريتري والشكاوي ممارسات كانت تجاه أثيوبيا. لكن يعني ما أدري إذا تودون أن يعني لكم إضاءات في هذا الأمر لنا نعترض، لكن أود أن نتجاوزه. تعليق بسيط بالنسبة، طبعا النظام الإريتري يتحمل مسؤولية كبيرة فيما حصلت من أزمات مع إثيوبيا ودول الجوار. الجانب الثاني والتأكيد عليه وهذا من الموضوعية أن جبهة تحرير التجراي كانت أكثر الجبهات الإثيوبية إقراراً بحق الشعب الإريتري في تقرير مصيره، بل وصل بهم إلى وجود اعتبار وجود إثيوبيا في إريتريا، وهذا كله موجود في منشوراتهم ومانيفستهم، وهم لسه ما زالوا جبهة صغيرة يعني تعتمد على دعم الجبهة الشعبية للإريتريا. كانوا يعتبرون الوجود الإثيوبي أو الاحتلال الإثيوبي في إريتريا هو استعمار، في حين أن الجبهات الثانية بما فيها التنظيمات التي الآن تدعم من قبل النظام في داخل إريتريا لا تعترف حتى بهذه المسلمات. فلكن الذي حصل فيما بعد هو طبعا خلاف بين الجبهتين، جبهة الشعبية تحديدا، نعم، وليس الدولتين. وهذا الخلاف طبعا سببه يعني محاولة السياس لعب دور أكبر من حجمه وأن يكون هو شرط المنطقة. يعني هو كان الآن مثلا الأخ حامد كان يشير إلى المنظمات العون والأمور هذه، هو كان يتلقى مع مساعدات هذه المنظمات حتى في أيام التحرير يعني، ولم تكن هي السبب الرئيسي أيام الثورة يعني. أيام الثورة يعني كانت المنظمات كلها كانت تعمل مع الجبهة الشعبية لمساعدة المحتاجين والمتضررين يعني. وأنا لا أشك في أن هذه المنظمات يعني إن لم تكن كلها على الأقل عدد كبير منها تعمل وفق الأجندات والاستخبارات الغربية يعني بلا شك يعني، ولكن هو هذا لم يكن هو السبب الرئيسي للتراجع العلاقات الإريترية الأمريكية والغربية بشكل عام، وإنما السبب الرئيسي هو عدم إدراك هذا النظام الإريتري لحجمه الطبيعي ومحاولة القفز فوق هذا الواقع ومحاولة اللعب بدور يعني شرط المنطقة. ولهذا تلاحظ هو كان يرسل جيش ليوغندا مثلا، لزائر الكونغو الديمقراطية حاليا، ليست لنا أي علاقة بزائر. الكرموك وقيسان والمناطق حدود السودان من الجانب الغربي والجانب الشمالي الإريتري كل هذه كانت تحولت إلى مناطق عسكريات وعمليات عسكرية بسبب النظام ومحاولته لأن يسقط النظام في دولة أخرى يعني. فهذه كلها أدت طبعا إلى فعلا
يعني أزمات ليس حتى عندما اندلعت هذه الأزمات كيفية حل هذه القضية كانت يمكن أن تكون بالطرق السلمية التي تبعتها بعد الحرب. يعني قبل الحرب كان يمكن أن تحصل هذه الأشياء. نعم. 9 أشهر من الذي كان يتغلب ويعني أن يجلس إلى طاولة المفاوضات؟ بالتأكيد الإثيوبيين هم أدركوا هذا النظام لا يمكن التعايش معه، فبالتالي خيار الحرب بالنسبة لهم أيضا كان خيار مناسب، لكن على الأقل دبلوماسيا هم تظاهروا بأن أنهم لا يمانعون الجلوس في المفاوضات حول بادمة، يعني لم تكن لهم المشكلة، يعني المشكلة كانت عند الجانب الإريتري. طيب أستاذ حمد، قهدي رقم 1 مجلة أو كتاب صادر من قبل الثورة الشعبية لتحرير إريتريا حول خلفية العلاقات اللي كانت موجودة بين الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا وبين الثورة الشعبية لتحرير إريتريا. أعتقد في هذا العدد موجود خلفيات ومواقف الحركة الشعبية بشكل واضح وبإيدهم وبكتاباتهم يعني. بالتالي يبقى المسألة بتاعت يعني الآن نحن قاعد نناقش قضية تاريخية، ليس مسألة شيطنة طرف أو إعطاء صفة لطرف آخر، لأنه قضية تاريخية، لأنه ما بني على شيء التاريخ الصحيح قطعا حيودينا حتى الأمحرة نفسه. حتى الأمحرة يعني شوف الآن ثبت بأنه كثير من المحللين وكثير من الإثريين كانوا غلطانين. يعني لما يقول لك أنه الجزء القادر يدعموا النظام هم معادين لاستقلال إريتريا، ثبت الآن مع تحركات الموجودة في كثير من الأماكن أنه الأمحرة اللي كان كثير من المحللين مراقبين إريتريين غيرهم بيقولوا الآن في الواقع يثبت عكس ذلك. كل ما تعني كل المقابلات موجودة من قبل الأمحرة اللي هم معادين حسب الفهم والتعليق الموجودة، الواقع بيدي دلالات غير مكان في الاعتقاد. بالتالي أنا أقول إنه القضايا التاريخية دي ما يتعلق بالصراع الإريتري الإثيوبي إذا أخذناها بتسييسة حتكون في إشكالية، لأن أول قراءتك ما هي، وبالتالي بأمانة، لأنه ببساطة ممكن نشاهد هذا الطرف أو ذاك، ما عندنا مصلحة، لأنه نحن كبشر كناس موجودين اليوم بكرة ما موجودين يعني. بالتالي مسؤوليتنا نقرأ هذه القراءة قراءة بشكل هادئة. بالتالي أنا بقول إنه ودي قناعتي وإيماني إنه الطرف ما دام معناه الطرف الإريتري كان ملائكة كان له أخطاؤه، يعني بمعنى إنه إذا كان الممارس الإثيوبيين ضربني في بكرة ثم صغر في اشتكى كان أحد الأخطاء يتحمل النظام في إريتريا. كان في وقت مبكر لما كان يرفعوا الحدود الحجر من مكان لمكان كان المفروض يبكي وقت مبكر، يعني احد الاخطاء اللي كان موجود في التعامل، هل هي سذاجه هي ده موضوع اخر يعني. لكن ده ما بيعني انه الجانب الاثيوبي بالذات الحركه الشعبيه الحركه الثوره الشعبيه حركه تيغراي قياداتها الان ممكن اقول جزء مزدمج فيها حتى في داخل الويانا كمان في اكثر من طرف كان تجاه القضيه نفسها يعني. والان دلالات موجوده داخل الاثيوبيا ومواقف بتوضح انه كيف كان مسار العلاقات الداخلية داخل الحركة الشعبية الثورة الشعبية تحرير تيغراي نفسها تجاه إريتريا قاعد تظهر يعني. بالتالي أنا بقول إنه هذا الموضوع فعلا فيه كثير من قضايا قد يكون فيها خلافية في النظرة فيها من منطلق الفهم اللي قاعد ننطلق منه إحنا يعني. بهدوء هذا الملف فيه إشكالات في قراءته ومسألة طوال إحنا بسهولة تماما بالمناسبة وده أي واحد بيصليها يعني إنه والله يا أخي الطرف إريتري هو إريتري هي كذا كذا. طيب في نهاية المطاف حنصل لوين؟ هل عبر قراءة بتاعت محللين أجانب بيعتمدوا على قراءات مستقلة ولا على وقع كان موجودة على الأقل بهدوء؟ ما قاعد نقول إن الطرف ما غلطان في كل ما تعالى الكلمة، لكن نحن بحاجة بهذا الشكل. طبعا المسار طويل يعني بهذا الشكل، وهذه قراءة هادئة طبعا مع زميلي وأخي لأنه قاعد نقرأها وكل واحد يقرأ من كتاب الخاص به، لأنه نعم. حتى اللحظة ما موجودين the same track ما موجود في نفس ال. طيب استاذ حامد، يعني لا اعتقد ان هناك من يسعى الى شيطنه طرف دون اخر، بقدر ما انت كما ذكرت نحاول ان نقدم قراءات تكون موضوعيه وخصوصا يعني قراءه قريبه من 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 الواقع الاريتري والاثيوبي. يعني في ذلك يحضرني نظام راس النظام في اريتريا سياسة فرقي الان رحب بمبادره الرئيس المنتخب حديثا في اثيوبيا ابي احمد، وذكر بأنه سيرسل وفد لتفاوض أو لاستكشاف أفق هذا التقارب. السياس كان يعني في كثير من خطاباته الشعبوية يقول أنه لو شرقت الشمس من المغرب لن يتفاوض مع الأثيوبيين قبل أن ترسم الحدود. لماذا الآن يعني السياس الآن الجبهة الشعبية بشكل عام وتنظيم وطني ويعني حافظ على سيادة وطنية وله سجل مشرف مع بعض التحفظات،
الآن استخدام النظام الإريتري لملف شائك وسيادي ووطني وتوظيفه سياسيا لمصالح الشخصية والحزبية بهذا الشكل يعني لا يجعل كثير من حسن الظن أو حسن النوايا. هو حقيقة ما جرى في الفترة الأخيرة ما 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 جاء نبض شيطاني، يعني حتى الموقف بتاع سيبي الحالي دي يعني إذا كان بالنسبة للكثير مننا قد يكون في حالة فجائية زي ما كان استغلال الإريتري بشكل فجائي حتى لبعض الإريتريين، بالتالي الموقف الآن دي ما جاء بين عشية وضحاها، كان هناك تراكمات للمتابع الدقيق داخل القوة اللي كانت تتهم إنه معادي لإريتريا بين الأورومو وجزء أيضا المرمي في داخل تيغراي، بالتالي هذا القرار النهائي اللي وصل له بهذا الشكل جاء بعمل وبكل الوسائل اللي كان موجودة على كل حال، يعني بالتالي في يقيني إذا رجعنا لورا ليه مثلا في الزمن ذاك قيل نحن ما احنا نسحب في قناعتي يعني لو كنت موجود في هذه الفترة، يعني المسألة ما كان بهذا ما معناه والله ما حنطلع بقوة حطلعوها زي ما الكثير يفهموا، المسألة الهدف اللي كان من قبل الإثيوبيين من قبل النظام في إثيوبيا زي ما قلت قبل إنه هو بشكل آخر مع تحريك شاخص حدودية وبعد داخل هذا بلدنا هو إيش معارفه كان في مخطط واضح إنه هؤلاء الناس بالمناسبة مهما حاول الآن يقول إنه كل المنطقة ما تكفي في إثيوبيا بالتالي عايزين يعني مستغنين عن موانئ إريتريا، لا تماماً الإثيوبيين النظام الموجود إرضاء للقوة الثانية كان يحاول إنه يقترب بقدر المستطاع من الأراضي التقربون للبحر وبالتالي يكون عنده ضمن المفاوضات الموجودة حق للمنفذ البحري للبحر. بالتالي طيب. من هذا المنطلق لما تم رفضه مش لأنه في لحظات حتى من باديمية مثلا إنه الستاتستيكو أو ما كان يسمى العودة للنقطة قبل الصراع يعني كويس إنه الإثيوبيين كان عايزين يقول ده أراضينا نسحبوا منها وكان في خطأ في المبادرة الرواندية الأمريكية الآخر التفاصيل كلها، بالتالي الأمر الواقع كان يفرض الإثيوبيين إنه والله عايز يقول أراضينا نسحبوا منها، لا بالتالي أرض متنازع عليها والحكم عليها وفق الاتفاقيات الاستعمارية كان موجودة وليس بالقانون الدولي، بالتالي بيحاول يدخل طيب ويصل، بالتالي مسألة بهذا التعقيد كان موجود يعني واضح. طيب إحنا تقريبا وصلنا إلى نهاية هذا الجزء الأول وسنلتقي بإذن الله في جزء ثاني يعني حتى لأن الوقت لم يسعفنا اليوم، لكن سؤال على السريع في أقل من دقيقة أستاذ عبد الرحمن حتى يكون مدخل الحلقة القادمة، هل انتخاب أبي أحمد أو أبي أحمد هو الشمس التي شرقت من الغرب بالنسبة لسياس؟ بالنسبة لسياس طبعا هناك إشكالية لأنه هو رجل واحد يحكم دولة بأكملها بدون مؤسسات دولة كبرلمان وغيره، يعني خروج ممكن أو ضعف جبهة التيغراي يعتبر بالنسبة له هو انتصار كبير، وهذه إشكالية في حد ذاتها ممكن تناقش في الحلقة القادمة. لكن إثيوبيا كانت بحاجة إلى تغيير، هذا التغيير هل يكون تغيير ثوري يعني ينفجر البركان ومن ثم تأتي أمور قد لا يحمد عقباها أم يكون تغيير متدرج؟ الأمريكان وجفة التيغراي والقوى السياسية الإثيوبية رأت أن يكون هذا التغيير تغيير متدرج حتى وإن أدى إلى انكماش الويانة من السيطرة على كامل إثيوبيا إلى سيطرة جزئية على منطقة التيغراي أقليمهم فليكن ذلك. يعني هذا الذي يحدث الآن، نحن دخلنا في إثيوبيا في مرحلة فعلا تعتبر مرحلة انتقالية ثانية، يعني إذا اعتبرنا يعني أو ثالثة 91 إلى 95 مرحلة انتقالية مؤقتة، 95 إلى الآن 2018 مرحلة انتقالية أخرى دستورية بشكل عام أرثت إلى نظام فيدرالي، الآن ندخل في مرحلة ثالثة وهي إعطاء كل ذي حق حسب حجمه حقه، يعني باعتبار أن الويانة حتى لو مثلوا أقليم التيغراي فهم 6% من الشعب الإثيوبي ولا يمكن أن يكون لهم السيطرة المطلقة كما كانت حتى هذه اللحظة في كل إثيوبيا بهذا الوضع يعني، فلهذا حصل هذا التغيير. بالنسبة لإسياس يحفظ له هذا ما يوجهه طبعا، وحتى وإن تم ترسيم الحدود والأمور هذه طبعا في النهاية كما قلنا القضية أصبحت من قضية حدود قضية طرفين يعني حزبين يسقط أولو أحدهم الآخر يعني نعم. هذا اللي قلناه زيرو سم أوتكام يعني هذا اللي كانوا عايزينه، وقد يدعي الآن إسياس أنه حقق هذا باعتبار الويان الآن انكمشوا
أو التجراي، لكن الكل حتى الآن من السابق لأوانه أن نحكم أن إسياس سيستفيد من هذه التحولات الإثيوبية أم لا يعني. لكن بالنسبة للوضع الإريتري الإثيوبي بالتأكيد هناك أن تكون شبح الحروب بعيدة فيها خير كبير يعني للشعبين إن شاء الله. طيب جيدة، أنا باختصار بقول إنه ما حدث هو بالمرتبة الأولى انتصار إريتري. إريتريا وكأنها استغلت من جديد. أسباب الحدث في إثيوبيا في يقيني يعود لثلاثة عوامل. طيب أستاذ حمد لو سمحت لي بسرعة، أنا عشان ما تختصرها بسرعة، أنا عاوزك تتوسع فيها. لا لا ما لكن أبعطيك الفرصة الأسبوع القادم. لا النقاط الثلاثة أولى حتوسع فيها مرة ثانية. طيب ثلاث نقاط على السريع، ثلاث نقاط. النقطة الأولى الصمود الإريتري، ده عامل تغيير في إثيوبيا. العامل الثاني عامل القليان في داخل إثيوبيا من قبل المكونات الإثيوبية. العامل الثالث هو عامل دولي وأمريكا تحديداً غير راضين من التعاطي بتاعت الحكومة اللي كانت موجودة وحالة القمع اللي شاهدتها، وبالتالي هذه العوامل كلها تضافرت وأدت إلى مجيء نتيجة هذه الأحداث. على فكرة ما كان موجود لا 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 في الخيار ولا في خاطر الرئيس الجديد. طيب بالتالي هذه العوامل نعود لهذه الثلاث نقاط بشيء من التفصيل للحلقة القادمة. أشكر لكم ضيوفي الكرام أستاذ عبد الرحمن سيد والأستاذ حامد ضرارة. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل أن نلتقي بكم الأسبوع القادم في حلقة متممة لملف اليوم التقارب الإريتري الأثيوبي، نناقش فيه بشيء من التوسع مستقبل هذا التوسع بين البلدين ومواقف القوى الكبرى في المنطقة وكثير من القضايا ليس أقلها شأنا محاولة اغتيال الرئيس الأثيوبي يوم أمس وما سيترتب عليها. انتظرونا على خير فمن الله. شكرا.